وللحديث عن انتهاكات السلطات الصينية ضد مسلمي الإيغور والتصويت ضد إجراء نقاش حول الانتهاكات التي تتهم الصين بارتكابها في منطقة شينجيانغ، معنا من إسطنبول عبد الوارث عبد الخالق مدير وكالة أنباء تركستان الشرقية. مرحبا بك معنا سيد عبد الوارث. حياكم الله أخي الكريم، أهلا وسهلا. إلى أي مدى جاء قرار عدم التصويت ضد إجراء نقاش حول انتهاكات الصين ضد الإيغور المسلمين مخيبا للأمال في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟ حقيقة أخي الكريم، مع الأسف الشديد أنه كما تعرفون أن تم تصويت أمس في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد ما تقوم الصين في داخل التركستان الشرقية ضد الشعب الأعزل. فكما نعلم أن هناك كان 47 دولة الأعضاء في مجلس الأمن في جنيف، يعني هناك 19 مقابل 17 الدولة أيضا، وكذلك امتناع 11 دولة كما تعلمون. حقيقة أخي، هذا ليس جديدا في الموضوع. هو في 2019 أيضا كان هناك 22 دولة أوروبية أيضا أدانت الصين بما تقوم في داخل التركستان الشرقية، ولكن يعني رد على هذا على 22 دولة. هي كانت أكثرها الدولة الأوروبية، تبعا يعني تقريبا 37 دولة من ضمنها الدول العربية والإسلامية موجودة. فحقيقة أخي، كما يعني عرفنا سابقا قبل عدة شهور طلعت تقرير من منظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنه ما يجري هناك قد يرتفع إلى جرائم إنسانية، ولكن الصين كانت مستمرة بالضغوط على منظمة حقوق الإنسان وغيره من المنظمات التي تهتم بالقضية. فهذه نتائج الضغوط الصين للدول، خاصة الدول الإسلامية والعربية والدول الأفريقية. فهذه نتائج الضغوط الصين. فيعني كنا نتوقع أن هناك يكون ضغوط على الصين للتوقف عن ما يجري في البلاد، ولكن مع الأسف الشديد أنه هناك مع الأسف يعني حتى إجراء نقاش لم يتم أستاذ عبد الوارث، وذلك أيضا في ظل تأكيد المفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان ميشيل باشلي في تقريرها حول شينجيانغ بشأن ارتكاب جرائم ضد الإيغور. كان من المفترض أن يكون عاملا محفزا لهذه الدول لإجراء نقاش أصلا وليس مجرد اتخاذ قرارات. طبعا أخي، بالنسبة للتقرير أيضا كان الأصل يعني تنشر قبل سنة، ولكن بسبب الضغط الصين على المنظمة، باشيل هي قبل الاستقالة من وظيفتها أعلنت بيوم واحد، أعلنت التقرير واستقالت من وظيفتها. كانت ضغوط الصين شديدة جدا، وأيضا مثل هذا التقرير مهمة جدا بقضية تركستان الشرقية، ولكن كان التقرير أيضا تم نشرها على استحياء من المنظمة، لأنه لم يكن هناك ذكر التفصيل ما يجري في داخل التركستان. هناك ذكر عدة محاور فقط. رغم هذا أن الصين رد على هذا التقرير 130 صفحة، أكثر من 30 صفحة إلى منظمة. نعم. فكان هناك يعني خطة لرفع القضية ومناقشتها في مجلس الأمن، ولكن يعني رفض المناقشة في الموضوع يعني بذاتها يعني. لكن بينما أستاذ عبد الوارث، بينما كانت الضغوط الصينية كبيرة جدا كما تفضلت أو شديدة جدا، كانت أيضا الاستجابة لهذه الضغوط مخيبة للأمال جدا، خاصة أننا نتحدث عن عالم يدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان ويدعي مدافعته عن هذه الحقوق، ولكن عندما تتعلق بشعب دون شعب أو ملة دون ملة وهكذا، وعندما لا يكون هناك أثمان اقتصادية على ما يبدو من الممكن أن تدفع، ما هذا النوع من النفاق أو كما يصفه مراقبون، هل تتفق معهم؟ حقيقة أخي الكريم، أنه العالم أصبحت يعني تكيل بمكيالين، فهم يمشون على حسب منافع دولهم، حسب منافع سياستهم، حسب منافع اقتصاديتهم. فلذلك أخي، أن الصين يعني هناك
ضغوط اقتصادية وضغوط سياسية في على تلك البلدان. فلذلك يعني ما استطاع الدول التي امتنعت عن التصويت أو ضد صوت التصويت على ضد اختيار الصين وإلى آخره. فالنفاق موجود أخي، كما نعلم أنه سواء كان تدعي الديمقراطية أو غيرها من القضايا الإسلامية أو غيرها، فأصبحت كلها على حسب المنافع تمشي في الساحة السياسية. فلذلك أخي يعني حقيقة نتأسف كثيرا في هذا الخصوص. نعم. طيب ماذا عن موقف بعض الدول الإسلامية في هذا الإطار، كيف تقيموه؟ حقيقة أخي في هذا التصويت تقريبا فيها إندونيسيا وكازاخستان وموريتانيا وباكستان وقطر والسنغال والسودان والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وفنزويلا. هؤلاء تلك الدول يعني حقيقة كانت سابقا أيضا تقف مع الصين، تقف مع الصين، تؤيد الصين. أنما تقوم الصين في داخل البلاد هي المسألة الداخلية ونحن لا ندخل في هذا الموضوع. هم أيضا كانوا مؤيدين الصين ضد ما تقوم الدول الغربية. حاليا نفس الحالة، أنه وقف أيضا مع الصين ضد الشعب الباكستاني. حقيقة سواء كانت كازاخستان أخي والإمارات العربية المتحدة وقطر إندونيسيا لديها الصين فيها مبالغ اقتصادية ضخمة استثمارات. أستاذ عبد الوارث، هذه القضية من القضايا يعني في الحقيقة الحساسة بالنسبة لعموم الشعوب الإسلامية وليس فقط الشعوب العربية، وهي أيضا من المفترض أن تثير يعني أسئلة كثيرة حول موقف العالم وموقف الدول الأوروبية والغرب من هذه الانتهاكات التي تطال المسلمين على وجه الخصوص في أكثر من دولة الأقليات المسلمة. وبالتالي من المفترض في المقابل أن يكون هناك موقف عربي، موقف إسلامي، إذا لم يكن رسميا فليكن موقفا شعبيا أو موقفا لمنظمات حقوقية أو هيئات علمائية أو سميها ما شئت. هل يمكن أن يتوفر ذلك ويكون موقفا قويا؟ حقيقة أخي بعد أن بدأت هذه المعسكرات النازية والقتل والدمار والحبس منذ 2015، نحن نطالب منظمة المؤتمر الإسلامي وال رابطة العالم الإسلامي وغيره منظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية في العالم الإسلامي والعربي أخي، ولكن يعني الاستجابة يعني نادرة، يعني لا تذكر سواء كان يعني جانب المنظمات الحقوقية المؤسسة المستقلة أو جانب الحكومة أيضا، لا يوجد هناك تجاوب في الموضوع. إذا كان هناك موقف موحد بنسبة العالم العربي والإسلامي ضد الصين سواء كان جانب السياسي أو جانب الاقتصادي، الصين تقف مباشرة، لأن الشرق الأوسط العالم العربي والإسلامي هي أكبر السوق بالنسبة للصين. فلذلك طالبنا كثيرا من أكثر من مرة أن يقفوا وقفة واحدة ولو كان سياسيا أو اقتصاديا، حتى الصين يعني تسحب يدها داخل تركستان الشرقية، ولكن مع الأسف لا يوجد هناك تجاوب في هذا الجانب ايضا سواء كان جانب ما الذي يمنع هذا التجاوب؟ لماذا لا تقاد حملات على سبيل المثال لمقاطعة البضائع كما كان يجري سابقا؟ حقيقة لو هناك بعض العلماء افتى في ذلك، عدم يعني شراء البضائع الصينية والى اخره، ولكن لا يوجد هناك كلمة موحدة بين العالم العربي والإسلامي أخي حقيقة. فلن ما تم موضوع المقاطعة البضائع الصينية بشكل جدي بشكل رسمي من قبل المنظمات، من قبل العلمائية أو منظمات الحقوقية في هذا الجانب. فلذلك يعني نحن كتركستانيين نناشد الشعب العالم العربي والإسلامي كثيرا ما يعني سواء كان في القنوات أو في الأخبار وإلى آخره لمقاطعة البضائع الصينية، ولكن لا يوجد هناك أي تجاوب في هذا الصدد للأسف الشديد. شكرا لك سيد عبد الوارث عبد الخالق مدير وكالة أنباء تركستان، كنت معنا.